ازيك يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله يا زيف، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا يا بابا كده كملت الثانويه العامه الحمد لله، وكلها كام يوم النتيجه تظهر. عايز بقى من حضرتك 500 جنيه دلوقتي حالا اخرج مع صحابي. او 500 جنيه يركبوك؟ يا انا اقصد 500 عفريت يركبوك. وبعدين انت الثانويه العامه دي واخدها لمين؟ واخدها لي؟ لا طبعا، واخدها لنفسك علشان تشتغل وتطلع فلوس بكره. يعني ايه؟ يعني مش هتديني فلوس اخرج مع صحابي؟ لا طبعا يا متخلف، مش هديك واخلص. يلا غور من وش دلوقتي. يا نهار ابيض. طب يا بابا هات اي حاجه اخرج بيها. طيب اي حاجه، اي حاجه تخرج بيها. ايوه يا بابا اي حاجه بقى نخرج بيها. بقى هنعمل ايه؟ تمام يا حبيبي من عينيا. طب خد. ماشي يا بابا ماشي، ربنا يسامحك. ال 500 جنيه قال ده لو باع نفسه في سوق النحاسه مش هيساوي 2 جنيه. اهو الكلاس جه اهو يا محمود. ايه يا قناص، جبت فلوس من ابوك ولا ما جبتش؟ لا يا كريم، ما رضيش يديني ولا جنيه حتى يا كريم. بس لقيتها، اديني رقمه بسرعه. رقمه؟ ليه بس يا محمود؟ فهمني الاول انت هتعمل ايه؟ هاتوا بس ما تفكش كتير، هتفهم دلوقتي. ماشي اكتب عندك. ايوه قول. ايوه اهو. كيلو ثلاث وحايد. ايوه. ثلاث اصفار صفرين. تمام. صفر واحد. صفر واحد. قشطه يا قناص. مين الزفت اللي بيرن عليا ده دلوقتي؟ ايه الرقم الغريب ده؟ الو الو، ابو القناص معايا. ايوه انا ابو القناص، انت مين؟ هتعرفني ابنك القناص. طب بلغت البوليس هنخلص عليه. خطفت القناص ابني. طب ابوس ايديكوا اوعوا تلمسوا منه شعره او تعملوا له اي حاجه، وانا هنفذ لكم كل طلباتكم. هتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه؟ طب لحظه، عايزين كام يا قناص؟ عايزين كام؟ اقول لك كام يا محمود. لحظه لحظه، اطلب 500 جنيه فدية يا محمود. ماشي يا قناص، ماشي يا قناص. عايزين 500 جنيه فدية. 500 جنيه فدية؟ ماشي ماشي. طب هدفعهم انا ازاي دول؟ ازاي دي هتعرفها بعدين. جهز الفلوس وانتظر منه كلمة تانية. ماشي ماشي، بس ما تلزهوش. مع السلامة. سلام. ايه رايك بقى يا قناص؟ ده احنا هنلعب النهارده بالفلوس لعب. كده تمام يا محمود، خمس دقايق بالظبط ورن عليه تاني وخلي كريم بقى يروح يقابله وياخد منه الفلوس. 500 جنيه 500 جنيه، ايه ده؟ بس غريبه، العصابات لما بتطلب بتطلب مبالغ كبيره. 500 جنيه. انا يا بابا كده كملت الثانويه العامه الحمد لله، وكلها كام يوم النتيجه تظهر. عايز بقى من حضرتك 500 جنيه دلوقتي حالا اخرج مع صحابي. يا ابن الكلب، بقى فاشل في التعليم وكمان فاشل في السرقة. طب ماشي. طب بقى يا محمود، عدى اكتر من خمس دقايق، هتتصل بيه تقول له الراجل بتاعنا بعد خمس دقايق بالظبط هيقابلك عند الخرابة سيتي، تديه الفلوس، وبعد ساعة بالظبط هتفرجوا عني. ماشي يا قناص. الو يا ابو القناص. ايوه يا ابني، هنتقابل فين؟ انا جهزت ال 500 جنيه هم. الراجل بتاعنا هيقابلك كمان نص ساعة في الخرابة سيتي. ادي له الفلوس. نسلمك القناص. سلام. سلام يا ابني. اما اروح بسرعه بقى علشان ادبهم دول. يا كريم روح جيب الفلوس وتعالى بسرعه. حاضر. يلا. ايه يا عم؟ اخيرا يا ابني طمني. الواد معاكوا الاول؟ معانا. خد يا ابني عدهم عدهم. اه طب اضحكوا عليا اضحكوا عليا. اقف اقف يالا. الواد فين؟ الواد فين؟ الواد فين؟ الواد فين؟ الواد فين؟ قدامي قدامي. دلوقتي بقى كريم هيجيب لنا الفلوس ال 500 جنيه بقى ونطلع نلعلط بيهم يا اسطى. بقى هنلعلط. يلا يلا فين هم؟ يلا فين هم اهو يا عم. طب اركن انت كده على جنب. الباب ال 500 جنيه. بابا 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 انت تعرف تكذب عليا تضحك عليا تاني. بس اعمل كده تاني بالله عليك. تعالوا لي يا حلوه انت وهو. لا خلاص تعالى. تعالى.